اوصيكم بالنسبه لي بالنسبه للعظام ان فيها الحركه فيها بركه، وتتحركون وتسوون الرياضه، خاصه الرياضه هي ما قبل الافطار بساعه حسب الموجود، ونعرف طبيا انه حركه الجسم والدم تستفيد منها مثل ما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم وديننا بالحركه بوقت رمضان، خاصه هني الدوره الدمويه في الجسم بتكون باستعداد العالي، حتى عمل تحريك المواد العضويه في الجسم بتكون مفيده جدا بالفتره هذه.